حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم سار حتى أتى عقبة أثاية فإذا هو بظبي فيه سهم وهو حاقف في ظل صخرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال قف هنا حتى يمر الرفاق ليرميه أحد بشيء.